السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير. جيت معاكم باغا نصاوب واحد سميتو فطيرة معمرين. نبداو على بركة الله. نتوما عندي هنا معلقة ديال الخميرة حبيبات، هاهي عندي هنا الدقيق الأبيض، عندي هنا الدقيق ديال القمح، الدقيق الكامل هو غير غربلتو بالغربال الرقيق، عندي هنا معلقة ديال الزيت ومعلقة ديال السكر سنيدة هي خلطتها، مكنتش غادي نصور، والملحة على حسب الذوق. ودابا غنديرو الخميرة ديالنا الدوب، هاهي راه فيه السكر سنيدة. نخليوها حتى تتفاعل شوية، هاهي تطلق المفعول ديالها ونرجع معاكم. هانتوما البنات الخميرة ديالنا، هاهي خميرة بسم الله ندعو على بركة الله. أنا دايرة كمية كثيرة شوية، والواحد كل واحد يدير على حساب أفراد الأسرة اللي عنده في الدار. هانتوما البنات هاهي العجينة ديالنا ملي جمعناها، راه كاع ما دلكتها مزيان، غادي نخليها غير ترتاح، غير ترتاح وانتوما غتشوفوها. ندير لها شوية زيت المائدة ونخليوها، نديرو لها سلوفان ولا بلاستيكة، كنا دخلها بلاستيكة نهائي، يبقى نخليوها تترتاح ونرجع معاكم إن شاء الله. أنا البنات رجعت معاكم بعد ما خليت العجينة ترتاح، هيا عندي هنايا شوية ديال صدر ديال الدجاج طحنتو شوية، عندي هنا الفلفلة كديرها في المجمد، عندي هنا البصلة هيا قطعتها، عندي واحد البور هو، عندي الجزر هو حكيتو، عندي قزبر من عند نوس، عندي هاد سميتو ديال الروز، هيا هيا ندير لها المطيط الزكا، عندي هاد قفاه واحد شوية غنديرها، عندي صلصة الصوجة والعطرية من طبيعة الحال. هانتوما البنات ندير البصلة ديالنا طيح، ثم البنات تساوى ما عنديش الهريسة الحارة بتاع هاد الفلفلة مقطعة هي حارة، نغرفها نزيدو دابا الحكة نحمرها، نزيد عندنا شوية زيت الجلدية هاهي راه باقي مدرتش فيها العطرية، نضع العطرية و خميرة كريمي، هاهي نضع العطرية ديال الصينة ديال الدجاج، هاهي معلقة غنزيد الكمون والكزبر، عمل حرارة درتها مزيان، نزيد الكزبر، نزيد
درجات ملعقه ديال الكركم هو ندير ونزيد صلصة ديال الشوكات ونحطو التحالي وكدا بنان ونضيف الماء كامل نضيف شوية ثوم مبودر هنا بانجيرة دوس كازنا تديك بورو تاعها وخبزو الماء في نوترا شحرها تشوى جانا نزيد دابا زيت مقطع هذا كل مجنوس دابا بقات لينا غير سميتو ديال النسيم بزاف حكايه هاد الشيء شحال هي طويله كنقناش قبل شنهاكم النار ثم بناس ما يبقى ديال المطيشه المعلبه بناس بناس ديال المكان بناس تقليها وتكسرها من هنا تاني تبنى سبع دريات هو بنص تكسر من هنا نبدأ نشوفه شوية صافي انتم البنات على العجينة ديالنا هاهي شتو هاهي جات لينا رطبة ثم البنات نوريكم السمنة ديالنا ندهنو بشوية الزيت غير شوية ماشي بزاف نربعو هاكا مسمن عادي نقرص وحيدة أخرى ثانية
كنشدو هادي لتنينة كنديروها هنا. نزيدو عليه واحد اخر. العشرين راه زوين هادي العجينة ديال كنعتمد عليها دايما هي هادي. نزيدو تاني هادي هي التالتة هاهي. صافي دابا نخليوها ترتاح ونزيدو عليها والو، نكمل هاد الاخرين نرجع معكم. انتم البنات نسمي ديالنا ترحف، الحشوه ديالنا هي قسمتها بردات، الفرماج ديالنا الفرماج اختياري، اللي بغا يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. انا موجود عندي في الدار قلت نديرو ثم البنات نبداو نرقصو. رقطاتو بالشرارة هادي ديال البيتزا هيا، نبداو نديرو الحشوة ديالنا. كترت باش ما تجيناش الحشوه خارجه من الجناب، كنشدو هاد الطرف نديرو ليها هاكم، كنشدو هاد الطريف حتى هو نثبتو من هنا، كنسدوه من هنا، نسدوه من هنا. خلي وحده يرتاح شويه. ديما نبركو على هنايا نسدو نحط في الورق. نعود معاكم واحد اخرى نتوما. قول هنا لي هنا ديما هاد الطلاقيه هادي من هنا هي اللي كنديروها من تحت اللاطه باش ما تخرجش لينا الحشوه ديالنا. غنكمل البنات ونرجع معكم. نتوما البنات درت صفر ديال البيضه ودرت فيه شويه ديال المطار
صلصة الصوجة كداوي على المطارد ونسيت. هانتوما البنات راه شديتو قطعتو هاكا، لا عندكم شي سكين ماضي قطعو ليه شوية. هادي معنديش ماضي، باش الحشوة تجي باينة علينا من الداخل. هانتوما البنات زينتو بشوية ديال الجلجلان، اللي بغا يدير فيه الخشخاش يدير فيه الخشخاش، اللي بغا يدير فيه شي حاجة أخرى يديرها فيه، داكشي اختياري. هاهو دابا نديو الفران يطيب ونطيبوها في الفران ديال الغاز. أنا رجعت معكم البنات، هاهوما الفطيرات ديالنا أو المسمنات ديالنا كيما بغا الواحد يسميهم يسميهم. هاو ماما جاو بنان، خليكم شي وحيده. هانتوما كي دايرين، البنات لا جاو بنان هي هادو. نتمنى الله يعجبوكم. هادي درتها بالفرماج، هاهو شفتو جوج هاهم الفرماج جوج. ايوا هادشي لي كاين البنات، متنساونيش ملي لايك الى عجبكم الفيديو. ايوا الله يسر الجميع. السلام عليكم.